قبل هذا التصعيد الغربي، كان رئيس روسي أعطى الأمر لبدء المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية في عالم يضم أكثر من 13,000 رأس نووية. لروسيا طبعا نصيب الأسد منها ب6,257. إذن تدريب مشترك لوحدات القوات المسلحة لروسيا وبيلاروسيا على الاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية. فعلى الأرض التشكيلات الصاروخية قد نفذت تدريبا على ذخيرة خاصة لنظام الصواريخ العملية التكتيكية اسكندر، وتجهيز أيضا مركبات الإطلاق بها، وحتى التقدم سرا إلى منطقة الموقع المحددة استعدادا لإطلاق الصواريخ حينها. في الجو هناك وحدات الطيران هي تابعة لقوات الفضاء الروسية لتدريب الوحدات القتالية الخاصة هناك.